الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا من المجرمين منتقمون. إن الجرائم التي ارتكبها النظام الحاكم في البحرين جراء قتله العديد من شهدائنا الأبرار، سواء عبر الرصاص أو التعذيب أو الاختناق أو الدهس، له عار سيظل يلاحق هذا النظام ما بقي الليل والنهار. وحقوق الشهداء ودماؤهم وتضحياتهم ستظل تلاحق هذا النظام والجلادين والقتلة أنى يكونوا، وستظل أرواحهم تحلق أشباحاً معكرة صفو لياليهم، ولن تسقط هذه الجرائم بالتقادم ومرور السنين. فإن الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط، لكن بسقوطه تسقط شرعية المجرمين والحكام والقتلة، وبسقوطه تسقط الأنظمة المستبدة الجاثمة على صدور الشعوب والناهبة لمقدراتها وخيراتها. وإن أهل الشهيدة زينب التاجر، نؤكد فخرنا واعتزازنا بأن الله اختار منا شهيدة وشاهدة على جرائم هذا النظام، وشاهدة على مظلومية هذا الشعب وعدالة قضيته. ونطالب الجميع وجميع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والشعوب الحرة لمناصرة قضية الشعب البحريني الأبي في ثورته المباركة لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية والتخلص من الدكتاتورية والعنجهية والاستبداد. وندعو الجميع لأن يقفوا صفاً واحداً في مواجهة آلة القتل والقمع والمطالبة بحق دماء الشهداء وإن سالت على أرض هذا الوطن العزيز، ونعلنها جميعاً مدوية أن لا تراجع عن حقوقنا المشروعة، وأن دماء الشهداء لن تضيع طالما هذا الشعب متواجد في الساحات والميادين، وإن يوم القصاص من المجرمين والقتلة آت بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله، فهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.